معالي السيد المحافظ اللواء أحمد راشد، معالي السادة والسيدات سفراء دول العالم، زميلاتي وزملائي في المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير ومتحف قومي الحضارة المصرية ووزارة السياحة والآثار، السيدات والسادة الفنانين، السيدات والسادة الإعلام، اللي نفس الكاميرا توري الإعلام، يعني مش مايكات بس، العالم كله موجود معنا النهاردة. احنا من سقارة يمكن ثالث سنة نقف هنا ونعلن اكتشافات أثرية كبيرة. انا هحاول النهاردة في الإعلان بتاعي اتكلم معاكم الأسئلة اللي اصدقائي واسرتي سألوها لي الفترة اللي فاتت. مش هيكون إعلان تقليدي واتكلم على تاريخ التوابيت. هي ايه سقارة؟ الناس كلها بتقولي سقارة، ايه حكاية سقارة؟ هو ايه ليه سقارة كل كام شهر في كشف كبير في سقارة؟ نحاول نفهم ايه هي سقارة. سقارة هي أحد أجزاء جبانة منف، كان في أول عاصمة لمصر كلها من 5000 سنة اسمها منف. منف كان ليها جبانة على الغرب منها. أحد أهم أجزاء الجبانة دي هي منطقة سقارة. منطقة سقارة هي منطقة كبيرة جدا، وجبانة منف بتمتد من أبو رواش شمالا، يعني بعد المتحف الكبير كمان، إلى دهشور جنوبا. سقارة كان بيدفن فيها الملوك من العصر العتيق، يعني من بداية الأسرات. فيها حوالي 13 هرم جوه منطقة سقارة، ولكن المواطنين وكبار الموظفين والكهنة كمان كانوا بيدفنوا فيها من بداية الأسرات مرورا بكل التاريخ المصري القديم، العصر الفرعوني واليوناني والروماني، وفيها أديرة أثرية كمان، وفيها جبانة حيوانات الأكبر السرابيوم، وأكبر مكان لدفن العجل أبيس، العجل المقدس منف. كل عشان تفهموا احنا ليه بنيجي سقارة كل شوية. سقارة لم تبح عن أولي 1% من اللي فيها، ما بعرفش أقول أرقام، لا أؤمن بالأرقام، ولكن إحنا لو اشتغلنا في سقارة متوقع نلاقي مقابر أدمية وحيوانية في كل بقاعها لأي فترة زمنية نتوقعها. هي منطقة ثرية جدا، وطبعا جبانة منف هي أحد أجزاء مواقع مصر المسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو. حبيت بس اوضح دي عشان الناس مش فاهمه ليه سقاره وليه كل شويه سقاره. يمكن حتى في حوار الجيزه هي اللي مشهوره، ما بيحصلش اكتشافات كتير في الجيزه، كله سقاره الفتره الاخيره. في برضه لقينا مقابر في الجيزه وحلاقي تاني، ولكن سقاره لا تقل اهميه اثريا عن الجيزه. سقاره دي كنز بالفعل. الكشف اتعمل فين؟ هنا؟ لا، الكشف اتعمل في نفس النقطة اللي وقفنا فيها وأعلننا الحيوانات المقدسة، وأعلننا وحتي، وأعلننا 59 تابوت يوم 3 أكتوبر اللي فات. احنا جينا هنا عشان التباعد الاجتماعي، ولما لقينا طلب الإعلام والصحافة فوق 200 بكتير، فقلنا لا هنعمل خيمة كبيرة قوي، فالمكان ما قضاش، فقلنا هنعمل خيمة عند أيقونة سقارة، الهرم المدرج. الهرم المدرج هو أحد أجزاء المجموعة الجنائزية للملك زوسر، اللي هو أحد أجزاء صغيرة جدا في سقارة، عشان بس تفهموا احنا فين وإيه أهمية سقارة. إنه أول هرم مدرج، لا مش كده بس، ده في العالم كله، ده أول بناء حجري متكامل في العالم، ده أول رد على سؤال كل عيلتي وكل أصدقائي بيقولوا لي ليه سقارة، في إيه في سقارة. الكشف هو ده نفس المكان اللي أعلننا فيه في ساكنين ساعتها 3 اكتوبر، قلت لكم ايه دي بدايه كشف. النهارده يؤسفني اني اقول لكم انه مش نهايه الكشف، هو استمرار للكشف، ولسه هنيجي تاني وهنعلن تاني استكمال الكشف. ده البير اللي شرفه بالنزول من حوالي 3 اسابيع دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، بعد ما اعلنا بحوالي 10 ايام او اسبوعين. دكتور مصطفى بعت لي فيديو، بدأ بقى يطلع لي أقنعة مذهبة، وبدأ يطلع لي توابيت كتير فوق ما توقعنا، كنا عارفين لقى 10-12، مش فوق 100، فوق 100 تابوت آخرين غير 59 الأولين، والعمل لم ينتهي
ولسه. فجينا واشتغلنا وكملنا. طب بتعلنوا ليه؟ ما كنتوا تستنوا شهرين ثلاثة ونعلن بقى بالمرة التلتمية ولا الرقم اللي هنلاقيه. لأن محتاج إنه يفضي التوابيت اللي تحت من الآبار عشان بيلاقي ورا كل نهاية دفنة في بير أجزاء لبير، مدخل لبير آخر، فلازم يفضي المكان عشان يعرف يشتغل. فاضطرينا إن إحنا نوقف الشغل لغاية لما ننقل الآثار دي. طبيعة الكشف النهاردة هم أكتر من 100 تابوت مغلقين من العصر المتأخر والعصر البطلمي، أكتر من 40 تمثال لمعبودات ومسكات جنائزية زي ما حضراتكم شايفين، كثير منهم مذهب. وياريت تتوقفوا بعد إذنكم عند التمثالين الكبار اللي واقفين على الشمال من الخشب، تمثالين رائعين اللي في الفاترينا لوحدهم على الشمال. كل ده طلع من 3 أبار في نفس المنطقة اللي أعلننا منها، البوباستيون أو منطقة الحيوانات المقدسة. الكشف ده هيروح فين؟ لو حضراتكم بصيتوا على شمال دكتور مصطفى وزيري هتلاقوا اللي هو عاطف مفتاح ودكتور أحمد غنيم المسؤولين عن المتحف الكبير ومتحف الحضارة، ورا دكتور مصطفى أستاذ صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري بالتحرير. فإذا عرفتوا الإجابة، التماثيل التوابيت دي هتروح فين؟ هيتم تقسيمها بين المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير. ودي أقل هدية نقدمها للمتحف. فحضرتك اللي هتنقي اول حد كل التوابيت اللي حضرتك عاوزاها، لك الاولويه عشان ده عيد ميلاد المتحف المصري بالتحرير. المتحف المصري بالتحرير ان شاء الله هينجح وهيستمر وهينافس كل متاحف الجمهوريه. ويوم الثلاثاء احنا عاملين معرض صغير احتفالا بذكرى تاسيس المتحف المصري بالتحرير عن التوابيت، بس مش التوابيت دي بس، توابيت ثانيه شهيره جدا هيبقى ايفنت رائع ان شاء الله يوم 16 في متحف رابع، متحف العاصمة الجديدة، متحف عن عواصم مصر، برضو هياخد مجموعة من التوابيت. متحف عواصم مصر دي مفاجأة بنحضرها، هيكون إن شاء الله أول افتتاح رسمي في مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الجديدة. ليه ما تمش الإعلان عن الكشف ده قبل كده؟ وليه اكتشافات كتير الفترة الأخيرة؟ دول سؤالين كل الناس بتقولهم. هو اللي حصل؟ انتوا ليه كل كام شهر في اكتشاف في اكتشاف؟ فين الحاجات دي؟ كانت فين؟ انتوا كنتوا مخبينها؟ ايه اللي طلع مره واحده؟ واحد هو توفيق من ربنا، توفيق ده واحد لغايه 100 بصراحه، توفيق من ربنا، في طبعا توفيق كبير جدا بشكل استثنائي. ثانيا ان احنا اتحنا الفرصه للمصريين يشتغلوا. احنا فخورين بان معانا شركاء من كل دول العالم بيعملوا معانا حفاير من عشرات السنين، وهنفضل فاتحين بابنا ليهم. ولكن لما شرفت بالوزارة كان عندي تحدي شخصي ان في اجيال رائعة اتدربت واتعلمت، وناس عظماء في الاثار زي دكتور زاهي حواس افاد الكثير منهم لخارج مصر للتدريب، وغيرهم معهم دراسات عليا ودكتوراه وناس شطار جدا، ما يشتغلوا اشتغلوا وجبنا لهم التمويل، وهم اللي طلعوا 95% من الاكتشافات اخر 3-4 سنين. وطبعا لان ليهم قياده عاشقه للاثار وهي دكتور مصطفى وزير. التوابيت دي هي اللي انتوا اعلنتوها 3 اكتوبر ولا لا؟ انا بس بقول الاسئله كلها ناس سالتها لي، قالت لي طب مش يمكن دي نفس التوابيت واحنا عارفين الفرق؟ فبطمنكم ان التوابيت اللي فاتت خلاص راحت المتحف المصري الكبير، وهتسالوا نفسكم السؤال ده الشهر الجاي وهنعمل التوابيت الثانيه، تقولوا ايه ده هيتيت برضه غير اللي فاتت. المشكله طبعا دلوقتي ان احنا مش عارف ازاي هنبهر العالم بعد كده. الناس اتعودت مننا على اللي حضراتكم شايفينه ورايا، احنا عارضين جزء صغير من التوابيت، توابيت وماسكات وتماثيل ومومياوات وكلها سيل، مش عارف هنعمل ايه بعد كده، لان العالم منتظر مننا ايه كل مدى ايه نعلى بالمستوى. انا كنت جاي اقول لكم ان النهارده هو اخر كشف في 2020، للاسف مش هقدر اقول كده، لان يوم الخميس اللي فات دكتور زاهي حواس اتصل بيا وقال لي انا لقيت كشف اثري في منطقه سقاره، بس في منطقه تانية غير اللي احنا شغالين فيها،
ولكنه محتاج بضعة أسابيع للإعلان عنه. كشف أثري إن شاء الله يكون جميل، قد نلحق ديسمبر إما كانش هيكون في بداية عام 2021. بحب أوجه الشكر للدكتور مصطفى وزيري ولكل زميلاتي وزملائي العاملين في المجلس الأعلى للآثار وفي كافة متاحف الجمهورية. الكورونا حسنا شجعتكم على الشغل أكتر، بس إن شاء الله بعد الكورونا برضو هنستمر ونشتغل أكتر. وبشكر البنك الأهلي اللي راعي للإيفنت، وبشكر زميلاتي وزملائي اللي نظموا هذا المكان الرائع، والأسرين العظماء اللي اشتغلوا وانتوا رافعين رأسنا، ومنهم الغفرة والريس وكل الزملاء اللي قاعدين ورا مكانكم قدام مش ورا. وطبعا الآثار بتحظى بدعم غير مسبوق. يمكن أنا هلخص، عايزين تفهموا دعم اللي بيحصل الآثار المصرية، مش هقول لكم اللي اتصرف على المتحف الكبير آخر كام سنة وعلى متحف الحضارة، أنا هقول لكم بس إن إحنا افتتحنا في يوم واحد، سيد رئيس الجمهورية في دقيقة واحدة فتح ثلاث متاحف في ثلاث محافظات في مصر. اللي يعرف دولة تانية في العالم تعرف تفتح ثلاث متاحف في دقيقة واحدة بأثرها هي، أحب أعرف الدولة دي، هي مصر. إن شاء الله 2020 لن تنتهي قبل افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات في المتحف القومي للحضارة المصرية، يصحبها موكب عظيم لنقل المومياوات الملكية. أنا آسف على الإطالة، حبيت أفهم الناس هو ده كشف غير اللي فات، طب ليه سقارة، هو إيه اللي حصل، تكتشفوا كتير للأيام دي، فحبينا بس نفهم الناس الموضوع عبارة عن إيه واللي سقارة. دير امباسدرز، دير انترناشنال ميديا، I'm very proud to be with you today to announce another new discovery, a big one, from the same area in Saqqara, one of the main parts of the Memphis necropolis, one of our UNESCO World Heritage Sites. We announced here a discovery of 59 sealed and intact colored coffins from the late period in the Ptolemaic era. Today, we are announcing the discovery of more than 100 sealed, colored, intact human coffins, all coming from the area called the Bubastian, only hundreds of meters away from here. And more than 40 funerary masks and the statues and the canopic jars and this wonderful wooden private statue. All of this work that you see is the result of the work and the excavation of my colleagues working in the Supreme Council of Antiquity. I was answering a question that was asked from my friends and family during the last weeks. Why do we have recently too many discoveries? Are these coffins, they were hidden before, and they are trying to promote your country by showing every now and then some of them? No. They are all new discoveries. And the previous one, of the 3rd of October, was moved to the Grand Egyptian Museum, and today we are announcing 100 sealed coffins, or more than 100 sealed coffins. We were very lucky during the last 3 years, and also because we have a generation of Egyptian archaeologists and workers who love their country, they are passionate, they love their heritage. They are working day and night, and the COVID-19 did not stop them, and they are impressing the world every month, nearly. I'm very proud of the result. The mission did not finish yet. It's not the beginning, but we're in the midway. So maybe we'll be addressing a new invitation very soon to announce a new discovery in Saqqara. This one was supposed to be the last one of 2020, but I received a call from Dr. Hawass last Thursday. He called me, I'm very sorry to tell you, it will not be the last one in 2020 because I made another discovery today in Saqqara. But he will need some weeks to reveal his new discovery, maybe end of 2020 or early 2021. We have a huge support from our president and our government, and the proof that what happened only 2 weeks ago, it's an unparalleled event. Our president opened in the same moment three museums in Sharm el-Sheikh, in Kafr el-Sheikh, and in Cairo. I say it's an unparalleled event because I'm not sure that many countries in the world can open in the same moment
three museums with their own antiquity. And this is the fourth and the privilege of Egypt with its rich and diversified heritage and culture. This year, we will be organizing a huge event, the Mummies Parade, which will be moving from 22 mummies, will be moving from Cairo Museum to the National Museum of Egyptian Civilization. It will be a wonderful and unforgettable event. All this collection will be moving very soon to the Grand Egyptian Museum, to the National Museum of Egyptian Civilization, to the Cairo Museum in Tahrir, which will celebrate tomorrow 118 years, and we'll be organizing a small temporary exhibition next Tuesday evening about the coffins to celebrate the anniversary of the prestigious museum in Tahrir. And the last part of the collection will go to the new Capital Museum, which will open its doors within 5 or 6 weeks maximum. Thank you for being with us, and thanks for Dr. Waziri and his team. You are impressing the world. I'm very proud to work with you. Thank you.